أصدقائي أهلا بكم في قناة بوشي تي في. قبل ما بلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لي لايك للفيديو وتنشروا بين رفقاتكم. لمحبي مسلسل الهيبة عندي لكم خبر حلو. بعد تأجيل عرض مسلسل الهيبة بموسم رمضان الماضي بسبب الجائحة، كشفت شركة الصباح عن موعد عرض الموسم الجديد لمسلسل الهيبة في شهر نوفمبر، فيما حرص العديد من أبطال العمل على تشويق الجمهور بنشر البوستر الجديد للموسم الرابع اللي بيحمل عنوان الهيبة رد مع عبارة سون. وأعلن المنتج صادق الصباح رسمياً عن بداية عرضه مطلع شهر نوفمبر على مجموعة من القنوات العربية ومنصات العرض الإلكتروني، وهي منصة شاهد، قناة MBC4، قناة MTV اللبنانية، قناة رؤية الأردنية والسومرية العراقية. ولجانب عرض الجزء الرابع، ذكرت بعض المصادر على الاستعداد لبداية تصوير جزء خامس جديد ليعرض خلال شهر رمضان 2021، وتمكن العمل من عرضه من الجزء الأول من خطف الأنظار وتفاعل المشاهدين مع أحداثه، وتصدر أعلى المسلسلات مشاهدة خلال مواسم رمضان السابقة. وبيشهد الجزء الجديد مشاركة كل من عادل كرام، ديما قندلفت، ينضم إلى أبطاله الأساسيين وهم تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، وروزينا لاداني. أصدقائي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.